سافر كيف يعني شفت مقابلة تونس واليمن اليوم؟ اولا انا سعيد جدا يعني بحضور هذه المباراه تجمع الفريق اليمني والفريق التونسي، و يعني هو الهدف من المباراه والهدف من اقامه هذه الفعاليه هو لتقريب ما بين الدبلوماسيين العرب والالتقاء والحوار مع بعض، ونكون يعني في جروح رياضيه وفي يعني لقاءات ثقافيه وتواصل اجتماعي. فالمباراة عموما جيدة جدا يعني، احنا بس بحكم اننا منتخبنا يعني منتخب تم تكوينه خلال يومين، الاول اعلان المباراة حاولنا نلم من اللي نقدر عليه يعني، وكان الهدف مننا ان احنا نشارك في الفعالية على اعتبار انه تظهر اليمن في اطار عربي، فترة حرب تمر بها اليمن انعكست سلبا على معنويات الناس وحالتهم الاقتصادية وكذا القضايا، فاردنا المشاركة وظهور اليمن في هذه الفعاليه، وكانت المباراه جيده، وكان اخطاء بسيطه سببت في دخول الاهداف الثلاثه الاخيره هذه. احنا كنا نامل التعادل اقل حاجه، لكن الحمد لله خيرها في غيرها. التظاهر في حد ذاته يعني، هل انه يعني اليمن مثل هذه التظاهرات لتبليغ رساله للشعب اليمني وللشعوب العربيه بصفه عامه؟ يعني هو عموما انا الرياضه هي تتغلب على كل الخلافات والقضايا الاخرى، والرياضه هي تاخذ الطابع الرياضي والطابع الانساني والطابع الاخوي فنجنبها على السياسه. فالرياضه هي رساله لتقريب بين الناس، وهي فرصه ان هذه الفعاليه يعني جمعتنا كلنا كاخوه عرب دبلوماسيين في تونس الخضراء بين اهلنا واحبائنا في تونس. ف نتمنى انها تكون هذا التقليد يستمر مستقبلا يعني كذا، وتتعدد الفعاليات الاخرى في غير كرة القدم يعني كذا، حتى يعني نلتقي ونتحاور وتكون يعني نقطة للتواصل مع بعض باذن الله. شكرا. شكرا، الله يخليك.